ناس 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 ما بيفهموش ما يعزوش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبعي ناس مالك ومال الناس والكل مشكلة حل قالوا الشيطان وسواس على البشر بيدل بحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل أحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل صلي وسلم على الحبيب أحكي على راجل كسيب بعد ما تسمع الحكاية ما تقولش موضوع عجيب أنا شفت ناس بشوم تاكل الحبوب باليوم أنا كنت شادد حيلي كانوا الصحاب بالكوم في الشدة هم وقام ما في حد قال لي قوم ورجالي تاني القرش كانت الكلاب بتحوم وهنبدأ الحدوتة اسمع وصح النوم وهنبدأ الحدوتة اسمع وصح النوم ده بدأ حكايته بدلع أول ما كبر أول ما طلع عوده خطط في وشه الشنب جيبت نشف وكمان تخن صوته أبوه عمل له بطاف يقوم قبل ما عاد موته في الدنيا مين بيعيش يا ناس بمزاجه وشروطه ده كل من اللي حبيب فيهم حبيبه هيفوتوا كل من اللي حبيب فيهم حبيبه هيفوتوا دورة لومين فدان والورث مش مجان لازم الفلوس علشان يخلص الاوراق لف ودور وتهان يا سندك اللي كان افتكر والرحمن لو كنت ليك مشتاق ده واحد ملوش اخوات لا ولاد ولا حتى بنات بس امه كانت عايشه بتسنده بالدعوات استلم الميت فدان باعهم من اجل كشات خد الفلوس واختفى وصرف على اللذات حال امه كان من بعده ازاي ما تسالوش نازله تدور في الشارع وسط الناس والوشوش ودموعها كانت على عينها سايلين ما بينشافوش ودموعها كانت على عينها سايلين ما بينشافوش غاب كده يجي ست شهور انسان خاين مغرور نازله بدموعها الخد تغلي يا ناس وتفور امه فادت نظرها هتعيش في الضلمه مش النور امه فادت نظرها هتعيش في الضلمه مش النور ناس 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 ما بيفهموش ما بيعذروش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبعي ناس راجع لامه تعبان بعد ما غاب فترة طويلة مشتاق لحضنك يما ونفسي انا ادخل بيت العيلة امه قالت هسامحه ابني وهدى وجرحه بالطبطب على الخدود علشان تفتكر ملامحه قلت له سيرتها يبيع قالت له المصلحه يسمع مني فرحتي لما افرح بيك من بعد ما نظري خلاص راح مني هاتلك عربيه تجيب لك رزق وسقيا معاه متأني بدعي لك صحه ومال راح ببال وتعيش متهني وجابت له عروسه فعروسه يقول لا 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 مش لازم مني وجابت له عروسه فعروسه يقول لا 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 مش لازم مني شوفت اللي حصل يا هلا الله اتلم على الصحبه تضله دخان يشرب في الصدر يكح الكل يقول له اسم الله كتبوا عرف على بنيه وقالت ربطه معاه مش حل قالوا مين يشهد على العقد الكل قال انا ولا واحد جلا تاني يوم صحي كده منه ملا نفسه يا ناس فعلا متجوز راح شد الحرمه وراح على البيت ورجع مخنوق ومبوي قال لها ياما اتجوزت قالت له ازاي من غير تتجوز كانت فاكره انها والدك وما تعرفش انه خلاص اتجوز البت عاشت في دور اقوى حبه حبه وقالت له لا مش هتلمسني تكتب لي شقه الام في صرخه تقول ضنايا وابنها بيقول لا لا كفايه ياما مراتي بسببك متعاركه الليله معايا هتسيب البيت الجميل وتروحي تعيشي في دار رعايه هتسيب البيت الجميل وتروحي تعيشي في دار رعايه الام بتبكي بالدموع الام بتداري الهلع والابن يقول يا ناس خلاص ده الحكم على الام اتحكم شد امه لدار الرعايه وسابها في نص الطريق قال لها روحي وكفايه انت بتمشي ليه بالبطيء وساب امه تكمل طريقها راح على البيت وكشف مراته في سريره نايم عاشقها
راح عالعشيق هيغزه وقالت له انا اديت له جسمي اطلع برا البيت يا كلب دي الشقة اتكتبت باسمي اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي مستحملاني مستحملاني وبجرحك وتقول التاني مستحملاني 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 يا ماما من غيرك بعاني مستحملاني مستحملاني وانا فرحان وانا غرقان في احزاني مستحملاني مستحملاني وادعي لي اما عند الحرم لما تطوفي وادعي لي اما انا عينك لو مش بتشوفي شبح الكون والامبراطور يعني المقاول واللي بيه واحلى شغل يا ناس هيطلع من الخصوص والاليوية